شلون مدير القناة؟ انت رجال اعلامي، عوف انت رجال اعلامي ما لك علاقة. لا عوف مدير القناة، برنامج برنامجك. نعم. السؤال الي. ايه. تعلمني وجه السؤال الي. ليش تنقل الصورة السلبية بس؟ ايش نقل الصورة السلبية؟ يعني معاناة الشعب العراقي. زين والشعب العراقي ايش تشبيه؟ بمعاناة. وش تنقل؟ بصورة سلبية بصورة ايجابية. ايش انقل لك؟ اروح لك المنصور؟ ايش قد صار لك؟ ايش قد صار لك اعلامي بالقناة؟ ايش قد صار لك؟ خلينا نقول سنتين؟ أكثر. اريد يوم من الايام نقلت لي صوره ايجابيه من هاي العمل الجاسره. نقلت وين؟ اتحداك. تتحداني؟ ايه؟ هاي قدام الكل. ايه؟ يعني قصدك على المشاريع؟ مشاريع نعم. المشاريع ما دوت رئيس الوزراء. ليش ما تسوي حلقه خاصه؟ سالتك سؤال. ايه؟ انت تحديتني. ايه؟ وهاي قدام الملأ كله. ايه؟ موضوع صحتك اخبارك؟ حياك الله. بما انه برنامجك عباره عن رعايه، شوين قلت نغير الجو، لطف الجو شويه. لطف لان ما شاء الله الشعب العراقي كله رعايه رعايه. كل الرعايه حتى عنده بيتين ثلاثة يقول لك أنا أريد رعاية. زين شلون شلون بيجي حال؟ أنا عندي سؤال مدير قناة سامرة. أقول ليش بتنقل الصورة الإيجابية للإعلام؟ ليش تنقل بس السلبية؟ شلون شلون؟ مدير القناة أنت رجال إعلامي. عوف أنت رجال إعلامي ما لك علاقة. لا عوف مدير القناة. برنامج برنامجي. برنامجك نعم. السؤال إلي. إيه. تعلمني وجه السؤال إلي. ليش تنقل الصورة السلبية بس؟ شنقل الصورة السلبية؟ يعني معاناة الشعب العراقي. زين والشعب العراقي ايش تشبيه؟ بمعاناة. وش تنقل؟ بصورة سلبية بصورة إيجابية. ايش انقل لك؟ اروح لك المنصور؟ ايش قد صار لك؟ ايش قد صار لك إعلامي بالقناة؟ ايش قد صار لك؟ خلينا نقول سنتين؟ أكثر. أريد يوم من الأيام نقلت لي صورة إيجابية من هاي العمل الجاسرة. نقلت. وين؟ أتحداك. تتحداني؟ هاي قدام الكل. ايه؟ يعني قصدك على المشاريع؟ مشاريع نعم. المشاريع ما دوت رئيس الوزراء؟ ليش ما تسوي حلقة خاصة؟ سألتك سؤال. ايه؟ أنت تحديتني. ايه؟ وهاي قدام الملأ كله. ايه. وقلت لي اتحداك. ايه. والواقفين كل الناس. ايه. قلت ليش ما صورت انت ليش انفعلت بس قول لي بالعكس. ايه. انت قلت لي ليش انت شفتك صورت انت هسه هاي قدام الكل دقيقه هاي قدام الكل الشارع ايش قد حلقه لو حلقتين طلعت خسد حلقات وحطلع الكام كلهن زين هسه راح اشوف لا ما مو شغل مو انا شريط لا سته قليله ستة قليلة؟ إيه حلقة بحلقة حايد منا ومن الناس أسوي ما بيا شيء شو نقول لك هسا تيد هسا هسا شوف هسا ولد ها قدامك إيش قال تعال عمي شفتني أنا شخبارك تعال أخوي سعد خطاب أنت رجال محترم وفاهم وواعي الله يحفظك صح لا مو صح الله يخليك ما ريدك تنفعل ريدك تجاوبني بالعكس أنت أجاوبك مو أنت تقول ناقل إيش قال كم حلقة ستة شنو اللي عشرة شنو اللي تريده معدي قول لي أريد أجاوبني إلي شدري قول لي أنا بخدمة كم حلقة ناقل نقلت واحدة اثنين ثلاثة تأمرني أنا حاضر أريدك تسوي حلقة هيك وحلقة هيك وما بيها شيء حلقة هيك وحلقة هيك رأيك محترم وتتدلل أنقل لك الشيء الإيجابي وأنقل لك الشيء السلبي بس حق الناس ومعاناة الناس أهم أهم أنا وياك أكو معاناة وهذول الناس لحد ما أني الله ياخذ أمانته أستاذ خطاب يلا أستاذ خطاب معاناتك وأنا ما ناكر هذا الشيء تشتغل أنت أنا رجال كاسب تشتغل شنو كاسب حلاق أشتغل حلاق؟ عاجبك هذا الوضع؟ اي عاجبني عاجبك؟ اي عاجبك هالبنى التحتيه والخدمات والمجاري عاجبتك؟ هسه اكو اعمال لا ما اعمال انت سالتني وانا جاوبتك انا ما اسالك سؤال بيت الله انبنى بيوم واحد؟ طبعا لا مو اكو اعمال دولة رئيس الوزراء دي يشتغل مو واعمار لكن احنا نريد الاكثر اني الرساله مالتي شنو؟ اتمنى تنقل الصور الايجابيه اللي جات تشتغلوها الدوله هسه كل شيء ما اريد منها ونقل. انت اذا تقول ناقل انا ستة صح ولا مو صح؟ يعني شنو تسوي؟ واكثر شنو انقل لك انا كل من الاكثر؟ ناقل معاناة اكثر لو صور لو صور الايجابية اكثر جاوبني ما ابي شيء معاناة اكثر ليش ما تسويها متساوية منا ومنا؟ وانا اسوي منا ومنا انا ما انقل غير الواقع خلي هاي الرسالة ورأيك محترم وعلى راسي اخلي بس اقول لك فالشغلة انا ما اتبنى قضية انا انقل الواقع اللي اشوفه قدامي على عيني وراسي ما ابي شيء حتى من نقلت جسور نقلت الانجازات ومشكوره مشكور دوله رئيس الوزراء